إن من أنواع التوكل على الله أن يستعين العبد بربه على طاعته. يقول القائل: أريد أن أصلي الفجر لكن عجزت عن ذلك، أريد أن أتوب ولكن صدني من صدني. فنقول: استعن بالله وتوكل عليه في جلب هذه الأنواع من أنواع الطاعة. فاستعن بالله، استعن بالله، استعن بالله وتوكل عليه في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل: يا معاذ إني أحبك. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا توكل على الله وطلب عون من الله على فعل الطاعة. فيا أيها المؤمنون اطلبوا وتوكلوا على ربكم جل وعلا، واطلبوا منه سبحانه أن يوفقكم إلى الطاعة، وأن يبعدكم عن أنواع المعاصي، وأن لا يسلط عليكم عدوكم الشيطان الرجيم. وليكن بين أعينكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك.